السلام عليكم، هذه نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، ونبدأها بعنوان أبرز ما فيها. تركيز قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بجربة وإطلاق عملية بيضاء للتلقيح استعدادا للحملة الوطنية المقررة موفى الشهر الجاري. وصول باخرة محملة بأكثر من 8000 طن من مادة الأمونيتر ووضع إجراءات لتوزيعها على الفلاحين. برمجة رحلة داخلية أسبوعيا إلى مطار قفص الدولي، التوجه في مرحلة ثانية نحو فتحه أمام الرحلات الدولية. تسلمت إدارة المستشفى الجهوي بجربة الوحدة المستوجة كوفيد إنعاش لتصبح جاهزة لإيواء مرضى فيروس كورونا، على أن تخصص في وقت لاحق بعد تعافي الوضع الصحي إلى قسم للإنعاش يعزز خدمات المستشفى. قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوية الصادق المقدم بجربة انتهت أشغاله وركزت تجهيزاته وكل مكوناته أصبحت جاهزة للاستغلال الطبي. هذا المشروع كان ثمرة هبة مجتمعية من أهل الجزيرة تنفيذا وتمويلا. جهود كبير ياسر متاع كل المواطنين ومتاع كل الجمعيات متاع المجتمع المدني وكل المنظمات اللي موجودة في الجزيرة اللي ساهمت، نحبوا نشكرهم الناس كل، نحبوا نشكروا الإطارات الطبية وشبه الطبية على المجهود اللي قايمين به حتى الآن في معناتها وضعيات صعبة وفي إمكانيات صعبة ياسر. اليوم جندوا المهندسين الجهة باش حاولنا نخرجوا مركز نموذجي مزدوج يضم خدمات الكوفيد وخدمات الاستعجالية والإنعاش. التيرفيس هذايا من طراز عالي وعالي جدا، ممكن أحسن وحدة إنعاش موجودة في الجمهورية التونسية اليوم. علاش؟ على خاطر فيه مواصفات من جميع النواحي، معناها كان ايزولاسيون، كان البيبان سي دي بورت رادار، كان من البنتور سي دي بنتور معناها انتي باكتيريان، فيه دي كاميرا في كل شامبر، في كل فرش معناها فما كاميرا سيرفيونس على المريض. هذه الاطراف المشرفه على اعاده تهيئه قسم الاستعجال القديم وارجاعه بهذه الصوره، هذه الاطراف سلمت اليوم اداره المستشفى مفاتيح هذا القسم ليتم فيه استقبال المرضى. بداية من غدوة إن شاء الله نهار اثنين باش نستغلوه، باش نستغلوه كمركز كوفيد مبدئيا، وإن شاء الله تنحى لنا الجائحة نتاع الكورونا يولي قسم إنعاش طبي. القسم هذا طاقة استيعابه حاليا 16 سرير، وتجهز بالتجهيزات كاملة نتاعو، والإطار الشبه الطبي والطبي قامت الوزارة نهار جمعة مؤخرا رسميا انتداب 8 أعوان خصيصا للقسم هذا، إن شاء الله يباشروا الجمعة الجاية مهامهم. كذلك قامت بانتداب طبيب في مختص في الأمراض الصدرية. حلم قد تحقق بمجهودات أهل الجزيرة من أجل تدعيم المستشفى الجهوية صادق المقدم بحمد السوق جربة لمجابهة جائحة كورونا بتوفير أحسن الخدمات الصحية بهذه المؤسسة. وحتى يكتمل تحقيق الهدف، طلبت الأطراف المتدخلة وزارة الصحة لمزيد دعم المستشفى بالموارد البشرية للارتقاء أكثر بالمنظومة الصحية بالجزيرة. في الشأن الصحي أيضا، انطلقت أمس بقبة المنزه أول عملية بيضاء للتلقيح ضد وباء كورونا استعدادا لحملة التلقيح المقررة موفى الشهر الجاري. عملية بيضاء للتلقيح ضد كورونا، تظاهرات تم تنظيمها قبل أيام من جلب الدفعة الأولى من التلقيح، وذلك للتمكن من الإجراءات التقنية والصحية التي تفرضها شروط استخدام التلقيح. الفاكسان بتاع الكوفيد جاي وإن شاء الله في آخر الشهر يكونوا متعرف، أو شكون الأولانيين نبداو هما أعوان الصحة، ولهذا عملنا الوزارة حبت تعمل عملية بيضاء واختارت الإدارة الجهوية الصحية بتونس اللي مش تكون الأولانية باش تعمل العملية هذه، مش نحضروا روحنا من جميع ما. علاش؟ على خاطر لازمنا نعرفوا معناتها نتصرفوا في الوقت. المواطن وقت يدخل مركز تلقيح ما يلزمش يتعطل، ما يلزمش تعطيل، ما يلزمش تضيع وقت. عندنا نتوقع إقبال كبير على التلقيح، دونك اكتظاظ، ما يلزمناش يكون الاكتظاظ هذايا. نظموا العملية متى مش بالمواطن واحد يدخل وحده يلقح ويخرج، إذا برشا وقت، دونك تلقيح بصفة جماعية على الكراسي ناس قاعدين مرتاحين. هي عملية استباقية ستتكرر في العديد من المراكز المخصصة للتلقيح، وذلك لتدريب أعوان الصحة على سير العملية تفاديا للأخطاء التي بإمكانها أن تؤدي إلى إتلاف بعض الجرعات. تكون العملية منظمة، نستحضر على التلقيح متاعنا، ثم تلقيح اللي خاصيات نتاعهم يلزم تزرقهم في الساعتين
من اللي تخرج من الثلاجه نتاع موان 20. دونك كل شيء عملناه على ورقته وقاعدين نثبتوا فيه حتى على الميدان. باش نجربوا كيفاش السيت معناتها المركز يخدم، على خاطر يلزمه يخدم في وقت معين، عنده أوقات معينة. العبيد كيف تجي باش تلقح يلزمهاش تستنى برشا، يلزمها تكون منظمة. كل مركز باش يكون فيه فريجيدير باش نحطوا فيه التلقيح متاعنا. ولتنظيم سيل عملية التلقيح تضافرت مجهودات وطنية بمساعدة أطراف من المجتمع المدني، سعيا منهم للحفاظ على كميات التلقيح ولتأمين الظروف الصحية لجميع الوافدين على هذه المراكز. هي عملية تنسيقية وتنظيمية باش وليداتنا اللي هما المتطوعين اللي هما في الهلال الأحمر يعرفوا يوجهوا لي سيتويان متاعنا المواطنين، ويعرفوا يعطيوهم دي زانفورماسيون نيسيسير لا هالكوفيد. ومن المنتظر وفق وزير الصحة أن تنطلق عملية التلقيح فعليا في تونس موفى الشهر الجاري، والبداية ستكون لفائدة جميع العاملين في مراكز كوفيد وكل أعوان الصحة، ثم يمنح التلقيح لكبار السن ومن لهم أمراض مزمنة، ليأتي فيما بعد دور المنخرطين في منظومة التلقيح، وذلك إثر أعلامهم بموعد تلقيحهم وفي أي مركز عبر إرسالية قصيرة. وفي إطار متابعة تطورات انتشار وباء كورونا في تونس، تم تسجيل 36 وفاة جديدة بهذا الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء السبت إلى 7544 وفاة. وسجلت أيضا 740 إصابة جديدة بالفيروس عقب إجراء 3510 تحاليل مخبرية. وفي إطار إعادة النشاط لمطار قفصة قصر الدولي، تم إعلان برمجة رحلة داخلية أسبوعيا بين قفصة وتونس العاصمة. إعادة تنشيط مطار قفصة قصر الدولي عبر رحلة داخلية أسبوعيا في مرحلة أولى، مع إمكانية إضافة سفرات أخرى نحو الخطوط الدولية ومراجعة تسعيرة الرحلات الجوية، ذلك ما أكدته الإدارة العامة للخطوط الداخلية خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية قفصة. دائيا فما اتفاق باش يكون فما رحلة في الأسبوع، تكون إن شاء الله يمكن تكون يوم الخميس، وتكون رحلة سباحية وترجع بيان سور في آخر النهار، باش تمكن المواطنين أنهم يقضيوا حاجياتهم في تونس، انطلاقة تكون في قفصة وترجع لتونس، ومن تونس ترجع لقفصة وبعد ترجع لتوزر. دونك ان فول كومبيني انتر قفصة اي توزر. مطار قفصة قصر الدولي المتوقف عن النشاط كليا منذ سنة 17 و2000، رغم جاهزيته لاستقبال رحلات داخلية وخارجية بعد استكمال أشغال تهيئة مدرج المطار والإنارة الليلية، ستساهم عودة نشاطه من جديد في تنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية بالجهة، باعتباره شريانا حيويا مهما ومكسبا تنمويا لابد من إعادة توظيفه. مطار حاضر ليه تو برسك عامين، تمت إعادة تهيئة الممر بتكلفة قدرها 12 مليون دينار، والباليزاج يعني الإضاءة تمت إعادته، وأصبح المطار جاهز والخدمة موجودة كل شيء. قلنا احنا علاش ما يرجعش المطار يخدم على روحه؟ بالنظر إلى بعض معناتها ما يعبر عنه الإحداثات الجديدة، خاصة وأنه تكون مش تكون محطة علاج يعني بالمياه أيضا موجودة لهنا بقيمة استثمارية حوالي 15 مليون دينار، هذا معناتها ديما يمثل رافد هام لفائدة الجهة. ما ننساوش أيضا وأنه هناك أيضا ديما في إطار تنشيط معناتها المطار ثم مشروع بتاع الشحن. يذكر أن مطار قفصة قصر الدولي قد دخل حيز الاستغلال الفعلي منذ سنة 99 و1900، وتصل طاقة استيعابه السنوية إلى 200,000 مسافر، يؤمن رحلات داخلية بمعدل 3 سفرات في الأسبوع بين قفصة وتونس، إلى جانب رحلات الحج والعمرة. أرست أمس بميناء منزل بورقيبة من ولاية بنزرت باخرة قادمة من جورجيا محملة ب 8700 طن من مادة الأمونيتر التي تم توريدها دعما للقطاع الفلاحي وخاصة موسم الزراعات الكبرى. تحتاج الزراعات التي تمتد على حوالي 1,250,000 هكتار ببلادنا إلى قرابة 200,000 طن من مادة الأمونيتر سنويا
لكن تراجع إنتاج هذه المادة حتم الإقرار بتوريد 60,000 طن من سماد الأمونيتر موزعين على 11 دفعة، وصلت الخامسة منها اليوم إلى ميناء منزل بورقيبة، حيث حضر أعضاء اللجنة المكلفة بتحديد إجراءات تفريغ وتوزيع هذه المادة لضمان وصول حمولة الباخرة المتمثلة في 8,700 طن لكافة الفلاحين، وذلك تفاديا للاضطرابات التي رافقت عملية توزيع حمولة البواخر الأربع الأولى في ديسمبر. في إطار تنظيم العملية لوجستيا باش توصل المادة لمستحقها اللي هو الفلاح، باش تقع مراقبة الطرقات. عملنا فريق في البورت هذايا انه باش ياخذ الكميات وارقام الشاحنات وكذا، ثم عندنا فريق ثاني هو ميداني، هل ان الكمية، هل ان الكميون باش يوصل للنقطة اللي لازمها، وكل كميون يحاول انه يخرج على الطريق راهو سنتصدى له. يومين قاعدين نخدموا مع المجمع الكيميائي، مع السيد معناتها الولايات والمندوبيات، قاعدين يومين قاعدين ننسقوا باش كما قلنا كان فما نقص، معناتها فما توا 60,000 هذوما اللي قاعدين نجيبوا فيهم من برا، الكميه اللي قاعد ينتجوها في المجمع الكيميائي زادوا، كانت 800 ولات فوق ال 1000 طرناطه يوميا، زاد قاعدين معناتها ما بين جابس وما بين معناتها 60,000 قاعدين باش نجيبوهم من برا، ان شاء الله ان شاء الله يوصلوا معناتها للفلاحه. وإن وجدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الحل هذا العام في توريد مادة الأمونيتر، فإن تساؤلات عدة طرحت حول مصير المواسم الزراعية المقبلة ومدى قدرة المجمع الكيميائي التونسي على العودة لنسق الإنتاج العادي. هل الشحنات اللي جبناها ماذا مجيست باش نغطوا بها من النقص اللي حصل للمجمع الكيميائي، هو معناها المزود الرئيسي للأسمدة بتبيع في تونس التالت، معناها سنوات طويلة هو المزود وما ثم حتى إشكالية، إن شاء الله في الموسم الجاي وفي الموسم الجاي وفي بقية الموسم معنا حتى إشكالية. ومن المنتظر أن تصل الباخرة السادسة المقلة لسماد الأمونيتر المورد لدعم القطاع الفلاحي يوم الثلاثاء المقبل إلى ميناء منزل بورقيبة محملة ب6,000 طن من هذه المادة الحيوية. عربيا الآن، أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا أثناء زيارته مدينة البيضة بشرق البلاد سعيه إلى توحيد مؤسسات الدولة، بينما يواصل رئيس الحكومة الانتقالية مسار تشكيل الحكومة المرتقبة. في مسعى منه لتعميق التشاور حيال توحيد مؤسسات الدولة، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى مدينة البيضاء قادما من بنغازي، بعد أن التقى بقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، الذي أكد دعم القوات المسلحة لعملية السلام في ليبيا وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. من مدينة البيضاء قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمة أمام مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية، قال إنه من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية، توحيد المؤسسة العسكرية استكمالا لمباحثات لجنة 5+5 وجهود البعثة الأممية، مؤكدا أنه سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة. وفي سياق متصل يواصل رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الحميد الدبيبة مسار تشكيل حكومته، أكد على حسابه الرسمي على تويتر أنه بدأ فعليا في عملية التقييم لكل الترشيحات، مشيرا إلى أن اختياراته لأعضاء الحكومة المرتقبة ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة. في الأثناء أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا جمعه بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يانكوبيتش أنه لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تشارك فيها كافة القوى القيادية، وذلك بعد أن أبدى وزير الخارجية الروسي في محادثات هاتفية سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا استعداد موسكو للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية بهدف تجاوز الأزمة بشكل أسرع. إلى هنا تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها: تركيز قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بجربة، وإطلاق عملية بيضاء للتلقيح استعدادا للحملة الوطنية المقررة موفى الشهر الجاري، وصول باخرة محملة بأكثر من 8,000 طن من مادة الأمونيتر، ووضع إجراءات لتوزيعه على الفلاحين. برمجة رحلة داخلية أسبوعيا إلى مطار قفص الدولي، والتوجه في مرحلة ثانية نحو فتحه أمام الرحلات الدولية. شكرا على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.